جبل العياشي يعد ثالث أعلى قمة في الأطلس الكبير، ويبلغ طوله 3750 متر. تعد مدينة ميدلت أقرب مدينة للاستعداد لتسلق قمة تيشوتو هادي، وهي القمة الغربية لجبل العياشي. لتبقى القمة الشرقية أقل علوا ب 3720 متر. في المدينة يمكن قضاء الليلة الأولى قبل التسلق وقضاء جميع اللوازم من فواكه جافة وأكل سريع. يمكن قضاء اليوم في زيارة المدينة ومعالمها مثل قصر إتماموسا الذي عمر أكثر من 200 عام، شيده المسلمون واليهود الأمازيغ لاستقبال القوافل الآتية من الصحراء عبر فج تيزي تلغمت. يمكن زيارة قصبة الرهبان كذلك، ويمكن زيارة مناجم ميبلاد نواحولي التي تبعد ب 15 كيلومتر عن مدينة ميدلت. تمكن من قضاء نصف يوم بين المناظر الطبيعية الخلابة وتاريخ المنطقة التي انتابها النسيان. يمكن بدء المشي من مدينة تجاه جبل العياشي أو استعمال النقل المزدوج للاقتصاد في وقت التسلق.